في إطار التطوير الذي تعمل عليه إدارة إدلب والمنظمات الإنسانية العاملة في الشمال، أعلنت جمعية البر إنهاء المراحل الأخيرة من مشروع نورتونا، والذي يهدف لإنارة الشوارع الرئيسية في مدينة إدلب بالطاقة الشمسية كأول مدينة محررة مضاءة على مدار العام. مشروع إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية، مشروع نورتونا، هو عبارة عن مشروع حيوي لخدمة أهل مدينة إدلب من خلال إنارة نسبة 50-60% من الطرقات الرئيسية في المدينة، نشر حالة الأمان والاستقرار عند الناس، لأني بمرحلة من المراحل كثرة حالات السرقة واللص بيستثمر ظروف الليل يعني ليقوم بهالأمور، فوجود الإنارة في الطرقات بيساهم بنشر الأمان، بيساهم بالحركة الاقتصادية لأن الأسواق عم تسكر مبكراً لعدم وجود الإنارة. فوائد كبيرة حققها المشروع في إدلب، خاصة بعد انقطاع التيار الكهربائي عنها لأشهر طويلة بعد تحريرها وخلو شوارعها الرئيسية والأسواق من أي حركة بسبب الظلام الدامس فيها كأي منطقة محررة أخرى. نظراً لانعدام الطاقة الكهربائية في إدلب في المدينة منذ الفترة اللي سيطر فيها جيش فتح في المدينة، ارتقينا لأنه نعمل مشروع جديد لإنارة الطرقات بالطاقة الشمسية. المشروع يهدف لإنارة الشوارع الرئيسية في مدينة إدلب وإنارة المراكز الحيوية. تستمر المشاريع التنموية الهادفة إلى تطوير المناطق المحررة والاستفادة من الموارد العامة التي تعود بالنفع على سكان هذه المناطق لتكون مثالاً لأي منطقة محررة في سوريا. لأورينت نيوز، مسلم السيد عيسى، مدينة إدلب.